يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. النهاردة حلقة غاية في الأهمية، مهمة جدا. ليه؟ لأن النهاردة اليوم مختلف بصراحة، وأنا عارف قوي قوي إزاي جمهور الأهلي منتظر مباراة ناديه النهاردة. بعد فترة غياب حوالي 5 شهور الأهلي هيلعب النهاردة كمان ساعات، تحديدا بعد 3 ساعات من دلوقتي، مباراة مهمة جدا ومؤجلة من الأسبوع الـ15 أمام فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز بعد فترة غياب بسبب تفشي فيروس كورونا. فبالتالي اليوم مختلف عند جمهور النادي الأهلي، الكل مترقب والكل منتظر هذه المباراة. علشان كده احنا هنكون معاكم لحظة بلحظة على مدار 60 دقيقة من دلوقتي في كل كواليس ما قبل هذه المباراة وآخر استعدادات النادي الأهلي وتحركات النادي الأهلي كمان لاستاد القاهرة الدولي، واللي هيستضيف مباراة اليوم ما بين الأهلي وإنبي. فبالتالي مباراة غاية في الأهمية وكلنا متشوقين ومنتظرين، وأنا عارف حضراتكم تحديدا مستنيين ووحشكم قد إيه كمان النادي الأهلي عشان تشوفوه في الملعب. الأهم كمان إن إحنا لما نشوف الأهلي في الملعب نشوفه بيكسب كما هو المعتاد بإذن الله تعالى. النهاردة كمان اليوم مختلف بالنسبة لنا وهيكون مختلف بالنسبة لكم. ليه؟ احنا دايما متعودين ان بيبقى في سؤال مع بداية الحلقة. السؤال النهاردة يعني توقعاتك لمباراة الاهلي وانبي، سؤال سهل لكن هو مختلف علشان هو مصحوب بمسابقة، مسابقة مهمة جدا. حضراتكم طبعا عارفين مين هو الراعي الرسمي للدوري المصري 3 سنين ورا بعض، اوبو النهاردة عاملة مسابقة لكل الجماهير، اللي هيتوقع صح في 5 تليفونات هيكونوا لأصحاب الإجابة الصحيحة لنتيجة هذه المباراة، مباراة الأهلي وإنبي، مقدمة من شركة أوبو، والموبايل يعني اللي هو ب4 كاميرات بقى وحاجات جامدة جدا يعني. فتوقعوا معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وإنستجرام، واللي هيتوقع صح هيكسب تليفون أوبو ب4 كاميرات و5 تليفونات أو 5 فايزين هم اللي هيفوزوا بالتليفونات دي. فالنهاردة كواليس كتير وأخبار كمان كتير بتخص فريق النادي الأهلي تحديدا والكرة المصرية وكمان العالمية على مدار حلقة اليوم.